بيكم في حلقه جديده برنامجنا على قد الايد، واكلتنا اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا. رمضان جانا، قربنا خلاص ان شاء الله على خير. نبدا نحضر من دلوقتي علشان نوفر وقت، نوفر ميزانيه، نوفر حاجات كتير جدا في رمضان ان شاء الله. ما نبقاش مستعجلين متهوجين، واحنا عايزين نعمل اليوم بيبقى احنا في الشتاء، اليوم هيبقى قصير جدا، يعني على ما تقومي من النوم كده وتبداي تجهزي في الفطار الوقت بتاعك قليل، مش كبير خالص، خلي بالك الوقت بيجري. طيب نبدا نجهز، احنا بنجهز بقى سواء صيف ولا شتاء بنجهز، تمام؟ توكلوا على الله بس اهم حاجه، وتسموا الله وتقروا كده القران على الاكل اللي بتعملوه، هتلاقوا الاكل بقى ما شاء الله بزياده بزياده، اهم حاجه تسمي الله وننوي خير، وننوي ان احنا ان شاء الله نطلع منه، يعني حتى في رمضان واحنا بنعمل الاكل دايما دايما نعملي حاجه لطيفه جدا، ان احنا نعمل وجبه حتى واحده زياده، واحده بس، واحده، مش هقول لك اكتر من كده، يعني احنا عيله اربع افراد اروح مسوي طقه واحده، ولكن سبحان الله هتحلي اكلك جدا، هتبارك فيه، هيزيد منك ويفيد. ده سحر والله ما شاء الله، حاجات مجربه يعني لا يختلف عليها اتنين. اعملي ده، ما تقوليش الاكل ما قضاش، الاكل مش هيكفي، لا، عندك عزومه، عندك حد جاي كتير ياكل عندك، الكلام ده كله زودي وجبه، بس وجبه واحده، طبق بس، وين الله يطلع. يا ستي مش هتلحقي تطلعيها من فضل تطلعيها بعد الفطار، مش مهم، بس طبعا حلو انه يطلع ان هو في ساعتها، مش هتلحقي تطلعيه النهارده تطلعيه بكره، مش مشكله، اي قبل الفطار كده حد ياخده معاه وينزله معاه، نساعد مثلا بالناس بتخلص الفطار على الفطار بالظبط، ما الاقيش حد ان انا اوزع له في الشارع او مش هلحق ان انا انزل، اروح بغلفاه وشايلاه لبكره، بس مش من بواقي، لا من اكلك، من اكلنا، صدقيني هتفرق كتير قوي قوي، مهما كان الاكل بسيط، تمام؟ فان شاء الله هنسمي الله وهنبدا نجهز في حاجات رمضان برضو زي ما احنا كده شغالين، وهنعمل النهارده يوم اللحوم، لحمه مفرومه. ما فيش حد هيستغنى عن اللحمه المفرومه، وان شاء الله تيجي وتقضي، بدل ما كنا بنجيب كيلو نجيب 2 كيلو نجيب كيلو، وهنوزع وهيملى الدنيا. فهنعصك طبعا، بنحب نعمل صواني مكرونه، صواني جلاش، هنحشي سمبوسك، نحشي معجنات، نحشي اي حاجه باللحمه المعصره، كوبيبه، اي حاجه، اي حاجه. طيب انا عايزاها بقى تكتر بقى، يعني انا عايزه الحبه اللحمه اللي عندي الصغيرين دول يفيدوا بقى، يبقوا كتير قوي. طب ايه احلى حاجه انا ممكن ازود بيها اللحمه؟ طيب انا اللحمه عامه بزودها بفلفل وبصل، صح؟ ده العادي بتاعنا، فلفل رومي وبصل. طب ايه اللي اضيفه عليها تاني يخليها حلوه قوي من غير ما اتضايق؟ من غير ما اتضايق، يعني مش حاسه بتغيير طعم، لا بالعكس ده حلاوه. البطاطس المحمرة، أنا جايبة هنا لو مثلا ربع كيلو لحمة حط عليه نص كيلو بطاطس، وتصدقيني هتبقى حلوة قوي ومش هتضايقك خالص وهتنبسطي منها. بطاطس مكعبات صغنونة خالص كده قوي كده، شايفة قد إيه بالنسبة لإيديا؟ فتفوتة أصغر من العقلة، نص العقلة، تمام؟ هتقطعي البطاطس بالشكل ده وتحمريها، حمريها عادي كده، حمر بطاطس تحميرة كاملة، تمام؟ مع اللحمة مع البصل مع الفلفل هترمي كتير. طبعا ده طرق كتير 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 بنزود بيها اللحمه، ولكن بيبقى دايما اساسها البصل. دخلنا شويه زودنا فلفل، بس الفلفل بيدي طعم، يعني ايه؟ يعني لو انا زودت فلفل قوي هتلاقيه غير لي طعم اللحمه المعصجه، فلازم يبقى معقول. انما البطاطس لا، انا زود منها كميه ولا هيهمني ولا يضايقني. تمام؟ فأنا هعصج اللحمة دي النهاردة زي ما قلت لك، كمية اللحمة ضعفها بطاطس، ضعفها بطاطس محمرة. لا هتضايقك في طعم أي صينية ولا أي حاجة، بالعكس هتزيدها حلاوة ويبقى طعمها أحلى. فتعالوا نجرب مع بعض ونقول بسم الله، أهم حاجة بسم الله، ونية إن إحنا هنطلع وصفات من اللي إحنا بنعملها دي، هتلاقي الموضوع معاكي بقى ما شاء الله يعني. فهنحط هنا شوية زيت، بسم الله الرحمن الرحيم، نعصج اللحمة مع بعض. انا هنا مش هحط اللحمه الاول، انا هحط البصل الاول عشان البصل عندي كتير، يعني مثلا عندي مش كتير قوي، يعني مثلا عندي ربع كيلو لحمه ربع كيلو بصل، يعني هنا بص المقدارات دي قد بعضها، مثلا نص ربع نص لحمه كيلو لحمه، هعمل مثلا كيلو لحمه تقضيني فتره كبيره، فهحط ايه؟ كيلو لحمه، كيلو بصل، كيلو فلفل، 2 كيلو بطاطس. شوف الدنيا بقت قد ايه معاكم بقى، يبقى كيلو لحمه
عليه كيلو فلفل، فلفل مقطع مبقاش فيه بقى قليل، عليه كيلو بصل، عليه 2 كيلو بطاطس. فبقى الكيلو كام كيلو؟ كيلو اللحمه بقى كام كيلو؟ بقى 2 3 4 5. يبقى عندي 5 كيلو هحشي بيهم. عايزه ايه تاني؟ هتلاقي ما شاء الله فرشت معاكي فرشه محترمه، تمام؟ يعني اعملي بقى زي ما انت عايزه، كانك جايبه 5 كيلو تحشي بيهم. حشيت كبيبه، بطاطس، لحمه اسمها ايه؟ مكرونه بشاميل، رقاق، جلاش، اي حاجه، اي حاجه عايز تعمليها. بس هنا بقى هاخد، طبعا انا جايبه لكم عينات، انتوا هتعملوا كميات، يعني هتعملوا مثلا كيلو اللحمه عليه كيلو بصل، فاروح حاطه كيلو البصل الاول. انا هنا بحب احط اللحمه الاول، بس هنا لا، عشان ليه؟ البصل هيبقى كميه انا عايزه اديله لون، عايزه اديله لون عشان ما يبقاش واضح وصريح جوه الايه؟ جوه اللحمه. والبصل مغذي، يعني انا هنا حطيت فوق البتاع. انا هنا عامله ايه؟ انا هنا مزوده اللحمه بكلها حاجات مفيده، ولكن انا بس ايه؟ اني إيه اسمها ايه؟ اني اتجمل؟ لا. اني اكذب؟ لا. في ايه؟ في ايه؟ اللي هي اتجمل من غير يعني من غير ما اكذب، في ايه كده؟ جمع برافو عليك، برافو عليك، اني لا اكذب ولكني اتجمل. يعني انا هنا ما زودتش بحاجه مالهاش فايده ولا ليها قيمه، لا انا زودت حاجات بكلها قيمه غذائيا جدا، يعني كلها خضار حلو قوي، بس جملتها باللحمه بقى، خليتها ايه؟ جملتها بقى كانها لحمه. فبصوا البصلايه هنا بديها سنه لون عشان تتوه مع اللحمه، ماشي؟ والبصل مفيد ومغذي، يعني لا يعني قعد. بصي انا عندي البصل احسن من اللحمه، يعني ممكن وصفات احشيها بصل بس تبقى حلوه جدا، مش عيب خالص خالص. ولكني انا هنا قلبت كيلو اللحمه لخمسه كيلو لحمه، كيلو اللحمه عملته خمسه كيلو لحمه، قدره قادر باذن الله. سموا بس، سموا سموا، هتلاقيها فرجت باذن الله، تمام؟ بص بقى البصل اهو، اقعد بقى ايه اقلي فيه كده شويه بعون الله يا ولاد، بعون الله كده اهو. هنزل بقى الفلفل بعد البصل كده اهو، بصوا خد له شويه لون اهو، سنه لون سنه لون عشان يتوه معايا في اللحمه، ما يبقاش فيه بياض كتير في اللحمه اهو. الفلفل كيلو الفلفل المفروض، يعني طبعا انا جايب لكم عينه عشان انا هعمل ايه ده كله، انا كده كده هقصك في رمضان معاكم ان شاء الله على خير اهو، تمام؟ واعملي بحاجه كبيره بقى، يعني اعملي بحاجه واسعه، اعملي بحاجه واسعه. هنزل انا كده اهو، عملت ده وسعت اهو اللحمه. طبعا انا بعمل كميه كبيره، هجيب منين صينيه لكده؟ ممكن تعملي على صينيتين، ممكن تعملي على صينيتين، يعني تاخدي البصل في صينيه واللحمه في صينيه. يعني انا ايه عملت روحين في روح واحده، يعني ايه؟ يعني هعمل الطريقتين حاجه واحده. انا هنا بحب قوي اللحمه ان انا اخليها تاخد الصدمه الاول وتطلع زفارتها والكلام ده كله، واحب ان البصل يدبل. انا عندي مكان واسع فخلاص هعمل ده، هعمل البصل واركنه على جنب كده واللحمه في النص. طب ما عنديش ولا يكفي الكلام ده، انا هعمل كله زي ما انت بتقولي كده، انا هجيب كيلو اللحمه المفرومه وهعمله واعمله 5 كيلو، فطبعا ما فيش حاجه هتقضي الكميه دي. تعالي هاتي اللحمه دي لوحدها في طاس او في حله والبصل لوحده، وبعد كده نحطهم على بعض. عندك حاجه ممكن نعمل منها ده كده؟ خلاص اوكي. هحط بقى عليها التوابل. انا هنا مش هحط طماطم، انا هنا مش هزودها طماطم. تقولي احنا ممكن نزود طماطم؟ لا ما تعمليش كده، هنا عيب حبه بعد كده تزودي طماطم في اي وصفه، لان مش كل حاجه بتقبل الطماطم. يعني انا ممكن احط لك كيلو طماطم كمان بس مش هيعجبك في وصفات كتير. انا هنا بعمل جوكر، بعمل جوكر وصفه حشوه تنفعني بكل الصواني. لما اجي بقى اعوز صينيه يليق فيها ان انا اقطع لها طماطم، اقطع لها طماطم قطع صغيره وحطيها مع كيس اللحمه المعصجه اللي هتطلعيه، تمام؟ هتعملي ايه بعد كده؟ انا دلوقتي عملت اللحمه المعصجه دي زي ما قلت لكم كده 5 كيلو، من الكيلو طلعت 5 كيلو، من نص كيلو هطلع 2 كيلو ونص، تمام؟
اروح مقسمهم على قد ايه عشان الصينيه في المعتاد وفي المعقول تعمل ايه ربع كيلو، اوزن كل كيس ربع كيلو. ما احنا مش هنزود بقى اللي وفرناه صرفناه ونيجي بقى نحط بقى نص كيلو بحاله في الصينيه عشان فيها بطاطس، لا احنا زي ما احنا مستمرين الربع كيلو على الصينيه. صينيه لا هو ده العادي، ربع كيلو على الصينيه ونروح. هو لا مش ازاي، هو كده اصلا، هو ده اصلا، والله هو ده اصلا. يعني الحريم بيضحك عليكم في البيت دي والله. احنا في العادي واي بيت بيحط ربع كيلو اللحمه على الصينيه صح، فاحنا هنحط ربع كيلو الحشوه على الصينيه برضه زي ما احنا اللي وفرناه مش صرفناه. تمام، ادي كده اللحمه ايه بنسويها. طبعا الكميات تاخد منك وقت كبير، وبنوتي في نفس الوقت بتحمري البطاطس. حلو، حمرنا البطاطس وحمريها حلو عادي جدا يعني كانك هتاكليها اهو. سوي اللحمه حلو جدا قبل ما نضيف البطاطس، واروح مقسماها ربع كيلو في كيس. طيب احنا قلنا 5 كيلو في 4 ب 20 كيس، يبقى عندك 20 كيس حشو. 20 كيس، عارفه انت لو عملتي صينيه مكرونه من غير ما تعملي جنبها في رمضان اي حاجه بقيتي مبسوطه. وعندي صينيه محترمه ومحشيه باللحمه وزي الفل، تمام؟ نحط عليها البطاطس بقى المحمره مكعبات. اهو. يا ولاد يا ولاد يا ولاد، تعالوا ابن تعالوا يا ولاد. حاضر اهو خلصنا، ماشي؟ خلصنا تقليبه واحده كده معاها عشان هي محمره ومستويه. وخلصنا اللحمه المعصجه. هطلع فاصل اشوفكم بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل، رجعنا من الفاصل وبعت بقى للجيران يكيسولي ويوزنوا الحاجه عشان يعني عشان الوقت مش هقعد بقى ايه. انتوا عارفين كتير زي ما اتفقنا، في البركه ان شاء الله طلع كيس كتير جدا من اللحمه المعصجه اللي عملناها بطريقه اقتصاديه جدا. عملناها ازاي؟ نقول من تاني قبل ما نخش وصل اللي بعديها عشان لسه فاتح التلفزيون متاخر. شايفاكم نايمين النهارده بس مش مشكله. هتشوفوا في الاعاده اللي نايمين الدنيا ساقعه، بس الدنيا مش ساقعه حلو يعني معقول. اللحمه المعصجه اللي عملناها انا زي ما قلت لكم كده عشان تتخضوا من الرقم بقى، عشان اللي ايه اللي ما اتفرجش من اول الحلقه يتفرج الاعاده من اول الحلقه. بعتها للجيران يكيسوها، ما عشان اقول للناس انت عايز تشوفها؟ طب خلاص، قال لي لما تيجي لما تيجي، خلاص خليها لما تيجي ماشي. هقول لما تيجي اللحمه المعصجه اللي انا عملتها بالطريقه الذكيه جدا الحلوه قوي 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 واللي مش تفرق معاكي خالص. وحولت، خليها بقى عشان بص تشويقيه اللي عملت التشويقيه دي. حولت الكيلو لحمه لخمسة كيلو ازاي؟ لما يجي هقول لكم. تعالوا نعمل حاجه ثانيه بقى، نعمل حاجه لذيذه قوي برضو. المفتك الكذاب طبعا من الحاجات الحلوه قوي اللي بقت محترمه كده وبتعمل لي حاجه حلت لي مشاكل، غير ان هي حلت لي مشكله ان انا اعمل حاجه اكتر منها اللحمه، لا هي كمان حلت لي مشكله ان البفتيك دايما بيبقى ناشف او بيبقى بيستويش او بيبقى مجلد او بيتنى معايا شكله يبقى وحش، فحلت لي المشكله دي جدا جدا يعني. فالبفتيك طبعا انا جايباها هنا من ناحيه التوفير صراحه عشان نبقى على بلاطه يعني، على بلاطه هنا من ناحيه التوفير، ان انا اطلع حاجه حلوه وسهله تستوي معايا حلوه قوي وما تضايقنيش، ما بقاش انا يا ترى بقى الجزار ضحك عليا واداني حته لحمه ما بتستويش ولا ما تبلتهاش حلو ولا هتطلع معوجه مني ولا مش هلحق الفطار. تمام؟ طبعا دي فطار وغير فطار يعني، احنا لسه قدامنا ايه شهر كده على رمضان ان شاء الله على خير يا رب. فممكن ان احنا تعملي منه مره، تجربي مره ولا لسه اول مره يجرب معانا بوتيك الكداب. طيب انا هنا انا عملت ايه؟ يعني كترتها قد ايه؟ بصي بقى طبعا مش هتيجي في اللحمه المعصجه يعني مش هتبقى بالكتريه دي، انا هكترها بس بالهادي. عالهادي يا زبادي يعني بالمعقول. انا مثلا كيلو اللحمه هيعمل لي هيطلع لي قد ايه؟ هو هيضرب معايا في 2 كيلو او اقل شويه عشان يبقى بس الصراحه، يعني الكيلو هيبقى معايا 2 كيلو او اقل شويه، ضعفنا الكميه او اقل سنه. طبعا انا بدات بالحاجه اللي تخض الكيلو الخمسه ده كده يعني كان ضربه قويه. نيجي لاهدى شويه وهي البفتيك، البفتيك الكذاب اللي هيبقى الكيلو اقل شويه من الايه؟ من الاتنين كيلو. طيب ده مقاديرهم ايه؟ انا مثلا هجيب كيلو او نص كيلو يعني حسب ما انت عايزه.
نقول بالنص اللي احنا حاطينه قدامنا ده، النص ده بياخد بقسومات ناعم من نص كوبايه لكوبايه، من نص كوبايه لكوبايه، بما ان اللحمه غاليه هخليها كوبايه. ماشي؟ هياخد معلقتين نشا كبار، معلقتين نشا كبار عشان يبقى مقرمش كده وحلو زي اللي بتاخديه من بره. اتحسدت يا واد معلش. حسدوك يا واد عشان اتخبط. بصلايه كبيره، ماشي؟ بصلايه كبيره كده حلوه مبشوره. معلقه بابريكا، ملح وفلفل قرفه وجنزبيل وبيضه للعجن، تمام؟ انا حطيت معلقتين نشا كبار. هنعجن، ممكن تاخد معايا معلقتين دي كمان، بس انا حاطه هنا، احنا هنا كاتبين في المعادير الاديه بتاعت زمان كان نص كوبايه بقسماط، انا هحط كوبايه زي ما قلت لكم علشان ايه اكتر اللحمه شويه. نص كوبايه البقسماط مع معلقه معدريه عشان نوفر شويه في الموضوع ده. كوبايه البقسماط مع معلقتين كبار من النشا مع التوابل مع البيضه مع البصل هيديك كيلو، او يعني قرب مش كيلو بالظبط عشان ما بقاش ايه اكذب عليك. اكذب عليك لو قلت مش عارف ماشي. بشبط في اي حاجه. فرحوا نفسكم يا اولاد، فرحوا نفسكم، متنكدوش على روحكم، خلي كل واحد كده ينبسط. اي حاجه تبسطكم اعملوها، فكروش فكروش، خلوها على الله، خلوها على الله، ما تفكروش في حاجه، نكدوا على نفسكم ومفيش في حاجه ديك تعملوها، خلوها على الله، كله على الله. ابسطوا اتبسطوا بيومكم، اتبسطوا باللي معاكم، فاهمين؟ غنوا وانبسطوا وهيصوا، خلوها على الله، كله على الله ان شاء الله. بصوا بقى هناخد هنا ايه، عندي هنا اللحمه، هاخد اللحمه المفرومه الكميه اللي انت عايزاها، نص كيلو كيلو، بس انا زي ما قلت لك هيضرب معانا ضربه حلوه. النشا، البقسماط الناعم، ادي نص كوبايه وادي نص كوبايه كمان عشان يبقى ايه كله على الهوا، وباقي ده اكتر كم. يا الله هياصوا والله اكتر من نص كوبايه، يعني كده كوبايه وي. بصلايه مبشوره قد ايه؟ قد كوبايه او ازيد شويه، كوبايه او ازيد. وهنا ملح وفلفل وقرفه وجنزبيل وبهارات، بهارات لحمه، معلقه بابريكا كبيره، ملح والفلفل. يا اختي يا اختي راحت، انتي صاحيه. ادي الملح، ما كترش عشان ما ابقاش حرقه. وادي قصدي سوري الفلفل، وادي الملح كده مظبوطه قوي. وادي طبعا انا لابسه الجوانتي عشان اعجن عجنه قويه. وادي بضايه دي العجن، ماشي؟ ونعجن ده كله كده اهو. افرضي فرطت منك لقيتيها بتفرط كده مش بتتجمع، حطي بضايه كمان. فرطت منك اعجني بضايه كمان، يعني لقيتيها مثلا مزودتي غصب عنك كده البقسماط الناعم زاد، بيضه كمان تلم الدنيا. طب ايه نحط بيكنج باودر؟ لا مش لازم. ليه بقى؟ اشمعنى ما انت بتحطي في كل حاجه بيكنج باودر، من اللحمه المعصجه من الكفتات، ليه مش حاطه هنا؟ لان انا عايزاها بفتيك رفيع، عايزاها ايه؟ بفتيك رفيع، فمش عايزاها تبقى تنفش معايا وتتخن، انا عايزاها زي ما هي. واللي حسبته لقيته، فركت مني اجيب لها بيضه كمان. بسم الله اهو، احنا بنعمل بقى مش لمره، ده ما شاء الله بقى كذا مره. نافع عندك بقى عزمه حد ولا حاجه وعملت له بفتيك؟ يا سلام جامده جدا. هنعزم بعض، ما تقولوش الدنيا غاليه، عادي الجوده بالموجوده. اي حاجه، لا عادي اي حاجه، اهم حاجه اللمه. مش بقى الدنيا غالية وهنعزم ازاي؟ ما هو مش لازم تجيب دي كروم عشان تعزمي، لا خالص. شوية بفتيك زي دول مع شوية مكرونة وعزمت الناس عادي، جنبها بطاطس محمرة ولا حاجة زي الفل. أهم حاجة، لا مفيش حاجة. أهم حاجة إيه؟ لا هنعزمهم على الفطار بس. فين هتقول لك مثلا أنت بقى هتعمل حجة وتقول لي إيه؟ مفيش. لا أعملها شيبسي كده رفيعة بشياكة مع، هو الناس بياكلوا إيه في رمضان؟ أكلهم على فكرة مش كتير خالص. بيبقى لا ايوه الفطار محدش بياكل، اعمل طبق شوربه ونعمل سلطه ونعمل بفتيك الكداب ده. ويا عم ما تعملش المكرونه حمراء كده، اعملها صينيه صينيه وما تحشهاش حاجه. هي كده حلو.
لا لازم تعزم. اللمة أهم، اللمة أهم. أيوه ماشي، هتعزم على السحور؟ يا ساتر يا رب. لا بيقول احرجينا مع الناس. ما كانش المفتاج. مش هينفع، حدش يتكلم، محدش يقول حاجة علينا. أهو عملت لك المفتاك عشان محدش يقول حاجة علينا. ماشي يا شباب، ماشي. هنعمل إيه؟ أدي عجلنا كده أهو. بصوا أنا هديها سن، بصوا بقى ده هنا ده عامل سحري بسيط كده، هتتخضوا منه بس ما تتخضوش. هنحط شوية مية. هتقولي ليه أحط شوية مية؟ أولاً أنا هوفر بيضة كمان، تمام؟ طب انا ليه هحط شويه ميه؟ لان انا حاطه بقسماط كتير، مش حاطين عيش مبلول. عيش مبلول دوت لما وساعات بيحطوا بدل البقسماط عيش مبلول، تمام؟ فالعيش المبلول ده بيكون معصور، ايوه في سنه برده ميه سنه صغننه، انما هنا في ايه؟ فهنقط بس كده ميه، تعجن معايا بس، مش هحطه بالتاني، كفايه كده. انا هوفر البضايه بشويه الميه دول ونعجن. ايه ده مش هتاثر؟ لا خالص مش هتاثر، لا تقلقي ولا هيحصل لها اي حاجه باي حاجه. هو انت ليه بتزن وانا مش هشغلك اصلا؟ شكرين. بس ماشي اهو، فلفل دخل جوه مناخيري. الله والله عجلنا كده. طبعا ممكن محتاجش الميه دي على فكره، لو البصل كتير البصل ما تعصريهوش، البصل ما تعصريهوش، انا بعوز ميته عادي. يعني انتوا خدت البصل المبشور كلها بميتها، لان انا حاطه بقسماط ناعم حبه كويسين، فهيشرب كل الميه دي لا تقلقي. وادي اهي كده تمام. هناخد بقى قطعه قطعه كده، قولوا له البقسماط من العيش اللي باقي منك، البقسماط العيش اللي باقي منك هتعمل منه البقسماط عادي. عايز اقول لك ما عندكش بقى اشتري عشفين ومخصوص وايه ونشفه، هيبقى ارخص من البقسماط. اي خدنا يا فندم، اي خدنا. بديل البقسماط يا جماعه، عشان هو عايز بديل البقسماط. عشفينه، اشتري كميه عشفينه ودخله الفرن يتحمص من سوا، تحرقه طلعه واطحنه في المطحنه بس. طلع بس كيس عشان نعمل الايه المفتيك بتاعنا ده. بسم الله. بس ايه ده انا عملت ايه؟ طيارات صادت الجيران بقى البقره كلها عشان ايه يقسموا لي الكفته لحم المصطجه. هناخد بقى هنا نشكل ايه المفتيك. هو عايز ميه تاني ولا ايه؟ عايز شويه ميه تاني. انا بشكل حاضر حبة مية كمان. كل ده من البقسماط. ماشي. عارفة بتعجني عجين، بتعجني عجين. هناخد بقى العجينة بتاعتنا دي. طب ما تكتريش المية قوي، أول ما تلم منك كده خلاص أهي. نقول تاني مكونات المفتيك الكذاب، المفتيك الكذاب اللي هيخلي الناس ما تقولش علينا حاجه. هو ده بالظبط. المفتيك الكذاب انا عملت ايه؟ كيلو، نص كيلو من اللحمه. اهو بصوا كده اهو، هنحط جوه كيس، هنحط جوه كيس بالشكل ده، حته صغيره بتاعتنا دي. وما تكوريهاش، انا هعملها عشواقي. اهي كده اهي. وهنحطها كده اهو. ورفعيها عشوائي كده، شايفينها كده اهو عشوائي، مش ايه كده تمام. اجيب بس طبق احط عليه شويه بقسماط، لا صينيه مش هينفع طبق عشان الكميه بقى معانا. ماشي حطها كده. ايه ده مش هنحط بيض؟ احنا مفرين البيض النهارده. عايز تحطي حطي، بس احنا هنا مفرين البيض. نجيب بقى اطباق فويل زي دي كده عشان ارميها، يعني بعد ما اصدمها هرميها. واروح حاطه ايه؟ طبعا انا هوريكي بس. انتوا هنا دلوقتي هنعمل ايه؟ ادي كده قطعه الايه؟ المفتيك. تمام؟
عايزه ازود تاني مفتك عليها، لازم احط كيس بين كل واحده والتانيه، لازم احط كيس بين كل واحده والتانيه. وحاولي الكره في ايديكي تبقى قد بعضها، اللي انت بتعمليها دي تبقى قد بعضها اهو. يا استاذه الهام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زي حضرتك. ازيك يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله. ازيك انت؟ تحياتي على شطارتك وذوقك واخلاقك العاليه وكل حاجه فيكي جميله. يا رب ده من ذوقك والله، ده من ذوقك. الله يخليكي والله، يعني مهما اقول مش هوفيكي حق. الله يكرمك، الله يكرمك. تسلمي لي يا رب. تسلمي يا حبيبه قلبي. كنت عايزه بس استفسر عن سؤالين ثلاثه كده معلش. اموري. السمنه الله يبارك، السمنه اللي احنا بنشتريها الجاهزه اللي هي زي نيوزيلاند والفرن والحاجات دي، دي يعني لما اكون هعمل بيها كحك ولا بنين او حاجه، بسيحها خفيف كده بس، يا دوبك تفك، مش زي السمنه البلدي بتاعتنا. لا عادي، واستعمل نفس المقدار، يعني مثلا بحط على الكيلو كوبايتين مثلا، احط نفس الكوبايتين ولا؟ ايوه بالظبط، نفس الكوبايتين، وتقدحي وتسخني كل حاجه عادي يعني عايزة. حسب ما ايوه حسب ما الوصفه شغاله معاكي. لا عايز سمنه مقدوحه، لا مش عايز سمنه مقدوحه، عادي اشتغلي بيهم نفس الموضوع ونفس المقادير وكل حاجه، هي هي بالظبط. الماده الدهنيه هي الماده الدهنيه في اي حته. ماشي اهو كده اهو. ماشي، هنعمل كل الكميه بالشكل ده اهو، والبقسماط اهو، وانا وفرت البضايه كده. حلو، بصوا شكلها مفتيك دي ولا مش مفتيك يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ اهو اهو. نيجي بقى هنا نجيب كيس عشان ارسمك فوق بعض، وهخلي الجيران برضو يشتغلوا فيهم شويه. هناخد بقى ايه، بسم الله، نفتح الكيس. بسم الله الرحمن الرحيم. انت ماك شرشفت كده ليه؟ كيس الشرشف. هناخد بقى كده اهو، هنحط واحده هنا تاني، ونقفل بالكيس كده تاني، ونحط ايه، طبعا حطي في الطبق على قد العدد اللي انت عايزاه. ده كمان من حلاوته بقى، من حلاوه البفتيك الكداب ده، ان انت لما تيجي بقى ايه مثلا نسيتي تطلعي حاجه تحمريها، او نسيتي تطلعي فطار، او راجعه متاخره مش عارفه تعملي ايه، حلاوه البفتيك الكداب ده بقى. بصي بقى، تمسكيه كده، وبعدين انت متلج بقى، متلج، هتطلعي الطبق لو هو طبق عادي زي كده بتلاقيه ايه قاعد معاكي فتره على ما يسيح، صح؟ انما تعالي بقى ده هتروحي ماسكه حته الكيس دي وعامله كده وهو متلج، هتلاقي راحت على طول ما طالعه، تك عملتي كده طلعت خلاص. سيبيها ثواني هتلاقيها فكت منك. فدي من الحاجات الحلوه اللي هي الميزه، ان انا اجي بصوا اي حاجه، اي حاجه عايزه اتلجها فوق بعضها، حتى لو لحمه قطعه او اي حاجه، حطي كياس بينها، يعني حطي كيس وحطي طبقه، كيس تاني وحطي طبقه، تيجي تفكي بقى الحاجه دي رمضان طبعا، عشان رمضان دايما مستعجلين ولينا وقت معين للفطار مفيش غيره، فمهم قوي الحركه دي. اي حاجه اي حاجه حطي بينها كياس، ما تسيبهاش مكلكعه فوق بعضها، هتقطعيها كده طبعا هتاخد فتره اقل كتير جدا في التسيح. وهقول لك برده فكره ازاي ان احنا نسيح من غير ما تاخد وقت معانا، بس بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل، وطبعا بتاع تجهيزات رمضان، احنا قلنا البفتيك عشان الناس ما يقولوش علينا حاجه، كمان الكفته. الكفته من الحاجات المميزه جدا اللي احنا بنحبها قوي وبنستعملها كتير جدا، منها الكفته البانيه، منها الكفته المشويه، منها حبه كفتات كده حلوين بينفعونا جنب اي اكل بقى، جنب عيش ماشي، مكرونه ماشي، اكل بايت ماشي، منقذه. يعني الكفته من الوصفات المنقذه اللي ممكن تحلي اي اكله، اي اكل احنا بنعملها هي بتحليها. يعني لو اذا بقول لك كده اكل بايت، عملتي جنبيه كفته فصحصحتيها، فحلوه جدا. وهعملها برده بطريقه موفره بالعيش. مفيش لحمه؟ لا عيب، احنا في رمضان في لحمه. هنعمل كفته مشويه او كفته الحاتي بس فيها عيش، تمام؟ اهو بصوا المقادير بقى معانا، او المكونات، لحمه ودهن. هنجيب دهن عشان هو ده بقى ايه اللي بيدي الريحه والحلاوه وكل حاجه للكفته، تمام؟ فانا جايبه هنا مثلا هجيب نص كيلو، انا بقول مثلا، انت تجيبي اللي انت عايزاه، نص كيلو اللحمه عليها ربع كيلو دهن 50%،
ياه مش كتير، مش هتفك. لا ليه؟ هطلع عيش، هطلها المنقذ بتاعنا، عيش بلدي وبيكنج باودر وبهارات. طب هنا المقادير ممكن تكون ايه؟ بصي، كيلو كيلو اللحمه بحط له معلقه كبيره بيكنج باودر، كيلو اللحمه عليها معلقه كبيره بيكنج باودر. طب كيلو اللحمه احط له قد ايه عيش معقول؟ هنحط هنا بصلايه حلوه كبيره، هنحط قرب النص كيلو دهن، قرب النص كيلو دهن، قرب النص كيلو عيش. طب انا هحسبها ازاي دي؟ انا مش قادره احسبها لكم عشان برضو احنا عندنا العيش احجام كتير جدا. فاحنا ممكن نقول مثلا، هوريكم الرغيف اللي انا هستعمله، مثلا الرغيف ده اهو، ده كده اهو، خد ده هحود يمين ولا شمال ماشي. فالرغيف اهو ده احنا هنعمل منه على الكيلو 5 من مقاس ده عشان نوفر ماشي. وبرده انا وده عيش مش حاجه وحشه ولا حاجه مضره اهو، الحجم على الكف ده، بص قد كفي وهو مفتوح، قد كفي وهو مفتوح ماشي، قد الكف بالزياده ده كان ايه ده؟ ايوه فزوره، قد الكف ويلم ويلف العالم لف. كان فوازيرنا زمان ده، احنا كنا يا ام حماده. ام حماده صحيح الحمد لله، صباح الفل زي حضرتك. انا ليا سؤالين بس في البوفتيك الكذاب. ايوه موري. دلوقتي حضرتك حطيتي بيض، هل ده في مشكله انه يدخل الفريزر؟ لا خالص. طب اجي نمره واحد نمره اثنين، اما اجي احمر اطلعه وهو متجمد خالص ولا اسيبه يفك شويه؟ لا هو متجمد. هو متجمد. ايوه الله ينور عليكي. والبوفتيك العادي برضه هو متجمد؟ والبوفتيك العادي هو متجمد ما دام سلتبلتيه. اللي حضرتك هتعمليها ده وهي متجمده؟ الكفته انا كل حاجه بس وهي جمدة احسن حاجه يعني، بس طيب. ممكن الكفته تستني عليها ثواني يعني، الكفته ممكن تطلعيها وتسيبيها تهدى تفك من بعضها بس كده، قولي 10 دقائق بس. طيب الزيت بتاع البوفتيك يبقى غزير ولا شويه صغيرين؟ لا شويه صغيرين. طيب يعني يا دوبك كده يعني في الطاسه ما يغطيهوش ماشي ان شاء الله. انا كده عملت ايه؟ انا بص هنا في رغيفين، ثلاث رغيفه على النص كيلو بس تمام. انت زي ما قلت لك على الكيلو هياخد معاكي 5 رغيفه. والله ده احنا هنهيص في رمضان يا جدعان، ولا تقولوا بقى الحاجه غاليه ولا ما عندناش، ده انتوا هتهيصوا والله، وهي بركه ربنا والله العظيم بجد والله، ولا هيهمكم اي حاجه ان شاء الله على خير. يعني ما احنا مثلا السنه اللي فاتت كنا بنجيب ايه 5 كيلو لحمه، هنجيب مره 3 2 ونص وهيكفينا برده، ما تقلقوش خالص بركه ربنا وان شاء الله على خير، ما تقلقوش خالص. هناكل لحمه وهنهيص وهتزيد كل حاجه، بدل ما نجيب كميه كبيره نجيب النص ماشي ماشي ان شاء الله. هناخد بس هنا ايه، انا جبت هنا الثلاث ارغفه على نص كيلو دول، وهحط شويه صغيرين كده وبس. مش بكتر اللحمه على فكره، مش بكتر اللحمه يعني، هو ممكن تبقى اللحمه قليله تبقى اصح. يا مريم ان شاء الله على خير. ايوه ازيك يا مريم؟ الحمد لله. عامله ايه اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. قولي لي ليك اي سؤال يا مريم؟ مريم لسه صاحيه. يا مريم. 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 يا مريم. قفل صلى ايه؟ صباح الفل يا مريم. هنحط هنا العيش. ماشي. دول الثلاث ارغفه. بلتهم بله بسيطه. لو بلتيهم زاد عن كده اعصريهم، لو بلتيهم اعصروهم، اعصريهم خلي بالك. انت وانت بتشتري اللحمه هتشتري الدهن ماشي، وانت بتشتري اللحمه هتشتري الدهن. هناخد الدهنات كده اهي معاها، والبصلايه واللحمه المفرومه. لا استنى، لحمه مفرومه، نفرم العيش لاحسن حد ما يكونش نقعه حلو او ما تبلش كويس ويبقى فيه فتافيت هيغلبنا، فالاول نفرم دول مع بعضهم الاول. فرمت العيش مع الدهن مع البصل تمام، هنحط بقى
فلفل اسود والملح. بص كميه القش قد ايه، والدهن وبهارات لحمه. عايزه بقى جوزه الطيب، بهارات مشكله، اي حاجه حطيها بتحبيها فيها، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، دي مهمه جدا. وادي اللحمه المفرومه، انا عامله لكم برده عينه، انت كتري براحتك، كتري براحتك. انا اعطيك الرغيف اللي اكبر من الكف ده، الاكبر في ايه كده اهو، باخد منه خمسه، اجيب منه ايه خمسه. ونعجن حلو جدا بقى. استني عليها حبه بتاعي يخش كلها جوه بعضها، العيش ما يبانش، مش عايزه العيش يبان خالص. وهوريك ان هو بقى كله لحمه مفرومه وكفته. بقاش في عيش، خلاص بقاش في عيش، بقت كفته. كفته مشويه. كفته دي انا ممكن اعملها، اعمل منها بانيه اللي هي بيض وبقسماط، اعمل منها كفته مشويه، اعمل منها كفته مقليه. يعني ايه كفته مقليه؟ يعني الكفته دي لما انا دلوقتي هصبعها، ماشي، هروح عامله ايه، مصبعه وعامله اطباق. حابه اعمل شويه منهم بانيه بالبيض والبقسماط كطبق، ماشي، حابه اعمل منهم اصبع كله، ولما اعوز بانيه ممكن اطلعها على فكره اعملها بيض وبقسماط زي ما انت عايزه. بس انا افضل ان يبقى من الاول. الكفته البانيه دي بحبها جدا، معرفش بشم ريحه الكبد، لا الكفته البانيه وهي بتتحمر يجي في دماغي رمضان على طول على طول والله. كانت ماما الله يرحمها ده الكفته البانيه بالذات دي كفته الازمات. يعني ايه؟ عندنا جالنا ضيف فجاه يبقى كفته البانيه. عندنا اكل بايت وعايزين نحليه بحاجه بالكفته البانيه، كانت دي اساس رمضان. تمام. فهناخد دلوقتي كده اهو اوريك قطعه اللحمه بقت قد ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. وريحتها تحفه طبعا، ده كمان ريحتها من ايه؟ كمان من التوابل اهي. حلو الكلام. هنجيب بقى ايه وانتي بس تاني عشان نبدا ان احنا نصبع، وبرده هنحط اكياس، وبين كل طبقه وطبقه كيس. عايزه اعملها انصاص حتت صغيره كده، ماشي. حابه اعملها بيض وبقسماط، ماشي، ايه اللي يريحك. طيب ايه موضوع الكفته المقليه اللي انا ممكن اعملها دي؟ ولا حاجه، هتاخدي الكفته دي هتسخني صينيه قوي او طاسه وتحطي فيها الكفته بس بدون اي ماده دهنيه. انا حاطه هنا دهن كتير، هتلاقيها هي من نفسها نزلت دهن وسوت نفسها منها بنفسها كده على طول، يا دوبك تقلبيها في الطاسه اللي ما فيهاش اي حاجه خالص دي. طب انا هجرب لكم دلوقتي، ماشي، انا هجرب لكم دلوقتي برده حبه. هناخد كده الكفته دي اهي ونبدا نصبعها بالمقدار اللي انت ايه عايزاه. انا طبعا جايبه اطباق فل علشان مش هنجيب بقى علب والكلام ده، واحسن من الكياس، والاطباق الفل مش غاليه قوي. هنصبع بالمقدار اللي احنا عايزينه كده. نجيب بس طاسه تسخن على النار، بسم الله، عشان اوريكي هتعمليها ازاي. انا قلت لك دي احنا ممكن نتصرف فيها ازاي. انا ممكن اعملها هشكل ان انا ممكن احطها في الفرن، وممكن احطها اهو هنخزن اهو. بصوا كده اهو كده، ماشي. طب بصوا انا هصبع شويه على ما تجولي من الفاصل، ماشي، وهقول لكم هعمل فيها ايه بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل. انا طلعت للجيران يظبطوا حبه، وانا دول انا بس عايزه اوريكي الفكره اللي بقول لك عليها هتعملي ايه فيها. احنا قلنا الكفته دي احنا هنعمل ايه؟ احنا هنعمل منها، اهدي شويه اهدي شويه، هنعمل منها
البانيه، ولما تيجي تعملي البانيه اضغطي عليه سنه وحطيه في بيضه بقسماط، ونفس الحكايه حطيها في كيس كده وغطيها بالمنظر ده. طيب صبعناها كده، ايه اللي انا هعمله فيها؟ ممكن زي ما قلت لكم اعملها المقليه، المقليه اللي من غير ولا نقطه زيت، يا اما هعملها المشويه ادخلها الفرن. يعني ممكن زي ما هي كده يا دوب بس بيها ترتاح سنه، ما تفكهاش خالص خالص، يعني تبقى متلجه زي ما هي وبس سنه ما تكملش 10 دقائق، ورصيها في الصينيه ودخليها الفرن. تمام. طب انا عايزه اعمل الطريقه بتقولي عليها المقليه دي اللي في الطاسه اللي من غير ولا نقطه زيت. سخنت الطاسه حلو كده اهو، وهنزل فيها الايه؟ الكفته، عشان انا حاطه هنا دهن كتير، فانا عندي ده كفايه قوي. خليها مبحبحه كده، قول له لا مش هتتحرق ولا اي حاجه، دي فيها دهن كتير، الدهن ده هو اللي هيستلي دلوقتي، وهتشوفوها كانها مشويه والله لسه عاملاها امبارح. لا. انا حاطه دهن كتير. وصفاتها ايه دي؟ هقول لكم عليها تاني. دي الكفته المشويه، بصوا بصوا جمالها. انا عملتها معاكم دلوقتي كميه الدهن 50% من اللحمه، طبعا ما بتلاقوش عند اي حد كده، اللي هي هتبقى تقيله قوي. ماشي ما ينفع طبعا، بس تبقى تقيله. عايز تحط حته دهنه صغيره مع يعني حته ليا مع الدهن، ماشي شغاله. ماشي بصوا الطاسه فاضيه خالص اهي اهي، وانا بشوي الكفته بالمنظر ده ولا اي حاجه اهي. بصوا نقلب فيها على الجهات كلها، وهتشوي وهتستوي بالطريقه دي. دي جامده جدا وسهله قوي قوي، انا لسه عاملاها امبارح والله والله. امبارح كان اجازه عندنا اهو، عملتها في بيتنا كده، وعملت جنبها مبكبكه. ايه رايكم بقى؟ اهي كده، ونقلب بقى كده، وهتستوي تبقى زي الفل زي الفل. ممكن هدي عليها النار عشان ايه تاخد بقى، خدت الصدمه وحمرتها في كل ناحيه، اهدي شويه وايه واقلب لغايه ما تستوي معايا. والله ما خدتش وقت، خد وقت قليل جدا، اكتر كمان من الفرن يعني. كان بصوا اهي، واقلب اقلب فيها كده من كل ناحيه. عايزه فحمه كمان بقى، يا سلام لو انت عايزه فحمه عادي جدا، حطي الفحم بعد ما تسوي خالص، حطي الفحميه وترشيها فيها وغطي، يبقى انت كانك عاملاها على الفحم ولا اي حاجه. كميه الدهن هنا يعني بصوا كمان، عايزه اقول لكم يعني بدات تنزل الدهن بتاعها اهو، يعني كميه الدهن اللي حطاها دي كلها، وبرده حلوه يعني حلوه عليها مش كتير، يعني كميه الدهن اللي حطاها دي كلها حلوه ومش كتير. اما هديت عليها النار شويه بدات تنزل بقى ايه الدهن اللي فيها شويه اهو، اما مش حاطه ولا نقطه زيت ولا نقطه زيت، ولا زيت ولا سمنه ولا حاجه، هي مع نفسيتها كده. اوقفي عليها بس كده، اول صدمه انا بسخن قوي وبعد كده بهدي، وتطلع معاكي قمر بالشكل ده. طب ايه تاني؟ وكلها عيش، يعني قلت لكم اهو انا عامله على كيلو اللحمه 5 ارغفه عيش، حلوين كبار مش صغيرين، يعني مش الخفاف قوي لا خالص. يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد، اهلا وسهلا. انت محمد؟ اه. عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله، صباح الفل. انا عايز بس اتعلم طريقه المكرونه البشاميل. حاضر عينيا، مكرونه البشاميل يا ولد نزلها له، صورها بقى على طول يا محمد. ماشي هدي النار تاني شويه، كل ما تحس ان هي استوت اسرع هدي النار. عارفين كانت تستحمل كمان دهن تاني؟ اي والله كانت تستحمل دهن تاني. حاسه كده ان هي استوت ان شاء الله، هشيلها كده مع النار بقى خلاص، وهسيبها في الطاسه زي ما هي السخنه شويه واستوت. ايوه منفصل، الا العدسات المنفصله، الا العدسات دي حبيبتي حبيبتي وكفاءه والله. بصوا انا هنا سايبها دي،
طب تعالى بسرعه، تعالى بسرعه. كفته رز بسرعه، حلوه مفيده تنفعنا جدا في رمضان، وهنعملها برده بطريقه اقتصاديه ولذيذه جدا. هتجيبي نص كيلو من اللحمه، عليها نص كيلو من دقيق الرز، عليها ربع كيلو من الشعريه. بص تتفرجوا بقى قد ايه بقى نص كيلو قد ايه. نص كيلو عليه، لا مش نص كوبايه شعريه، انسوا الكلام ده ده كان مقادير زمان، دلوقتي حاجه ثانيه. نص كيلو اللحمه، عليه نص كيلو دقيق رز، عليه ربع كيلو شعريه. والله ممكن احط نص كيس عادي، ماشي. شعريه مطحونه، دي شعريه مطحونه طيب جبتها طحنتها في المطحنه الصغيره، ماشي. عليها بصليه كبيره، ملح، نص كوبايه شعريه، ماشي زودوها خليها كوبايه. عايز تعدليها عدليها. والرز دوت اكتر، يعني نص كيلو انا حاطه عليه نص كيلو دقيق رز، يعني حاطه كميه كبيره صراحه عشان الحق يتقال، عشان نبقى موفرين، ماشي. وهتشيل وهتستحمل، اه وهتشيل وهتستحمل وكل حاجه. فهاخد هنا دقيق الرز ده، يا اما شارياه يا اما انا طحناه. نص كيلو رز هتجيبيه تغسليه وتنشفيه، وبعد ما ينشف خالص هتروحي طحناه في المطحنه، يعني اشفيه قبلها بيوم، تمام. والشعريه خدي نص كيس، اللي هو نص كيلو ده خدي نص كيس، تمام. وبعدين بصلايه، ملح، فلفل، قرفه، جنزبيل، شبت، بقدونس، كزبره، واللحمه. حلو الكلام. كل ده هنطحنه مع بعضه. بصوا انا سايباها في الطاسه، بصوا نزلت، تعالى اتفرج على الطاسه. بصوا انا سايباها في السخونيه، نزلت ازاي الدهن بتاعها، يعني سايباها في سخونيه الطاسه بس تنزل اهي، يعني تستحمل دهن تاني. استوت، اه استوت. تعالى اطلع لكم واحده، عايزه ابدا في الوصفه الثانيه، بس ايه انا عايزه اوريكم دي كده. بنت لسه بنت عيد لي بقى فحم كمان، لا مش الدرجات بقى، في رمضان، في رمضان، في رمضان احنا، لا احنا بنجهز لرمضان، لا احنا هناكل دلوقتي، بناكل دلوقتي، انا بوريها لكم بس اهي، ماشي. استوت وبقت فل اهي وطريه، ولا اجدع مشي من اي مشي، تمام. انت هتطلع دلوقتي فاصل، طب انا هحط دول بس واطحنهم وانا مش هنا، اطحنهم والناس مش هنا، لا الناس اللي مش هنا. لحم، اللحمه دي، الرز، الشعريه المطحونه، البصله، ماشي، شبت، بقدونس، كزبره، حطهم كلهم عشان يطروا لي الدنيا، لان ايه انا حاطه هنا دي رز كتير، فالخضره تبقى كتير عشان تطري الحكايه. وايه بس هطحنهم واحط التوابل لما تجولي. يلا هقول لكم تاني عملت ايه بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل، رجعنا من الفاصل واحنا بنكمل مع بعض كفتة الرز بسرعه بسرعه، عشان الوقت خد معانا بسرعه بطريقه رهيبه. انا طحنتها زي ما انتم شايفين كده اهو، بصوا. عايزه اقول لكم زودتها شويه ميه، زودتها شويه ميه، ليه شويه الميه؟ عشان عندي دقيق رز، عندي دقيق رز، حطيت خضره، حطيت كل حاجه، بس لقيتها برده ناشفه قوي، تحط عليه حبه ميه قد كده عشان تعملي العجينه دي. نحط بقى البهارات، قرفه وجنزبيل او بهارات لحمه زي ما انت عايزه، قرفه وجنزبيل كده بهارات عاديه، بيكنج باودر على الكميه دي معلقه كبيره، وفلفل اسود، بهارات لحمه زي ما انت عايزه بقى، حطيها معلقه صغيره، وادي الملح عشان يبقى مظبوط، والبيكنج باودر مهم جدا اهو، ونطحن كله. اتاكد بقى ان الايه كل التوابل اتوزعت بكل الايه، يعني انا انت المفروض تحطيها من الاول، بس انا عشان ما لحقتش في الفصل اللي فات فاجلتها لما تقولي عشان تشوفي هنحط البهارات خلاص، والبيكنج باودر، كل الكلام ده مهم جدا. فانت لا ما تعمليش زيي، حطيه كله مع بعضه، كله مع بعضه، سيبيه يطحن قوي قوي قوي، تمام. ما حطيش زيي في الاخر كده، لا لا لا، حطي كله كله مع بعضه اهو، لفه اخيره بس عشان ايه اوريكم كفته الرز الاقتصاديه الهايله دي. وصفه، وصفه جميله جدا محبوبه. هنعملها يعني اقول لكم انا هنا عملت ايه المقادير، انا عملتها نص كيلو اللحمه على نص كيلو رز، نص كيلو اللحمه يعني كيلو على كيلو، فما شاء الله هترم معاكي حلو جدا،
كيلو اللحمه على كيلو دقيق رز. لو هتعملي لو بتحبي كفته الرز هي تنفع بقى ايه كوجبه رئيسيه في اي يوم عادي، وكوجبه جانبيه لو عندك ضيوف وعزومه وعايز تعملي طبق جانبي سعره معقول ومحبوب لكل الناس، فتعملي كفته الرز. خد مقادير دي علشان ايه؟ ليه؟ ابدا بيها ابدا. اه ماشي، بتقولي مش هبدا بيها، نبدا واحنا شغالين. هناخد بس كده شويه زيت، طبق هنا كده شويه زيت، ايه كفته الرز دي بالايدين كده بالزيت، ونصبع زي ما احنا عايزين اهو ماشي. ونسيبها بقى ايه، عايزه تشيليها متحمره تحمريها، وشيليها متحمره ماشي، عايزه تشيليها كده زي ما هي شيليها زي ما هي كده، لانها ممكن تحمريها كلها وتروحي شايلها متحمره اطباق في البتاع عادي اهو. ادهي ليكي زيت وصبعي. تمام، دي كده كفته الرز والمقادير انتوا شايفينها كده. عايز تعملي نص كيلو، عايز دي بلحمه عاديه، دي لحمه عاديه مش لحمه مش لحمه جملي، انا حاطه لها الشعريه عشان كده، حاطه لها الشعريه المطحونه، يعني هتجيبي الشعريه وتطحنيها في المطحنه بتاعه التوابل عادي جدا. تمام، عشان هي كده هتخلي اللحمه دي استحاله تفك منك، عشان دايما بيقولوا ايه احنا بنجيب الجملي عشان تبقى ماسكه نفسها علشان ايه ما تفكش. ادي البفتيك، بص الكميه قد ايه ما شاء الله اللي عملناها وكيستها. لازم تشوفوا الاعاده ان شاء الله، شوفوا الاعاده علشان ايه، ده كان صباع كريم ده علشان تشوفوا كل اللي عملناه باستراحيه. واتكلمنا كمان، مش مجرد احنا اتكلمنا عن الوصفات، احنا اتكلمنا كمان احنا هنعملها جنب ايه وتنفع امتى، فكل المعلومات دي مهمه جدا بتسهل علينا. والله الواحد ساعات يبقى قدامه الحاجه ومش عارف هتيجي على باله، فاهمين ازاي؟ وادي اللحمه المعصجه، بصوا عايزه اوريها لكم برده، انا هخلي بس الكفته هنا هي عشان تشوفوها، عشان لازم اتكلم عن كل حاجه. بصوا بصوا اللحمه قد ايه، انا هنا قلت لكم كيلو اللحمه بقى 5 كيلو، بصوا بصوا ربع كيلو يعني صينيه مش هتاخد اكتر من كده، بصوا بصوا قد ايه، قد ايه ربع كيلو، الصينيه تاخد اكتر من كده مش هتاخد اكتر من كده معاك، اي صينيه بتحشيها هو ربع كيلو. حلو جدا اهو، غني اهو، غني اهو، ادي كده دي الكفته اللي بالبطاطس اهي، خلاص دي هتعملي منها زي ما عملناها النهارده لحمه معصجه بالبطاطس دي بس المحمره، جميله جدا في وسطيها، وهتحليها وتخليها اخف كتير اخف كتير، حلوه جدا. فجربي الحاجات دي كلها ان شاء الله وهتنفعك. ودي الكفته المشويه اللي شويت منها شويه معاكوا على البوتاجاز من غير اي نقطه زيت، انا حاطه كميه الدهن كتيره، يعني كيلو اللحمه حط عليه نص كيلو دهن، انت خلي الدهن بس كده الراجل يبشرهولك او يفرمونك في المفرمه، وانت بتجيبي لحم مفرومه قولي افرم لي الدهن. تمام، الدهن ده بيخلي الكفته حاجه تانية. وحطيت معاه كميه عيش محترمه، كيلو اللحمه حطيت عليه 5 ارغفه حلوين كبار مش صغيرين، مش كبار قوي قوي يعني، تمام اكبر من الكف بشويه، ومش خفاف يعني العيش اللي مش خفيف، العيش اللي التقيل تقيل شويه في البابا عادي. تمام، وقلت لك احنا ممكن نشوي منه في الفرن، وممكن نعمله بانيه بيض وبقسماط، وممكن نحطه على الطاسه من غير اي حاجه، ودي اسهل طريقه هتنجز معاكي انجاز رهيب، ومطه كده وجميله وقمر. بصوا اهي شايفين ماسكه ازاي اهي، بس والكيلو بقى حاجه محترمه، يعني هنا في الكفته الكيلو لحمه هيبقى حوالي 2 كيلو، كيلو اللحمه هيبقى 2 كيلو شويه، او قولي 2 كيلو، قولي 2 كيلو كيلو، لان مثلا الخمس ارغفه دول هيوزنوا حوالي نص كيلو برضو، نص كيلو عيش حوالي لو حابه توزني يعني، والدهن نص كيلو، وبيكنج باودر ما تنسوش ده عامل مهم جدا فيها، والتوابل بتاعتك بقى اللي بتحبيها بس كده. وكده خلصت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم وهتوفر لكم، وان شاء الله يبقى رمضان سعيد وجميل زي كل سنه باذن الله. اشوفكم على خير، الى اللقاء.
Thank you.